شركة بريتش بتروليوم البريطانية تعلن إطلاق برنامج حفر استكشافي موسع للغاز الطبيعي في مصر. خلال اتصال مع نظيره السعودي، وزير الخارجية يشدد على أهمية وقف التصعيد الجاري في المنطقة نتيجة السياسات الإسرائيلية. إسرائيل تتأهب لرد إيراني وشيك، وبايدن ونتنياهو يناقشان نشر أسلحة أمريكية لدعم تل أبيب في مواجهة التهديدات. بتوقيت جرينتش، 12 ظهرا بتوقيت القاهرة، نشرة إخبارية جديدة من دي أم سي، أهلا بكم. عقد وزير البترول كريم بدوي اجتماعا مع ويليام لين نائب الرئيس التنفيذي لشركة بريتش بتروليوم العالمية للغاز والطاقة بمدينة العالمين الجديدة. شهد اللقاء بحث أنشطة الشركة بمصر في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج، إنتاج الغاز الطبيعي وخطط العمل الجديدة في مناطق امتيازها بالبحر المتوسط. وأكد بدوي أهمية تكثيف العمل المشترك بين قطاع البترول وشركة بي بي لتحقيق هدف زيادة الإنتاج الذي تم وضعه كأولوية، والإسراع بتنمية الحقول ووضعها على خريطة الإنتاج. وقالت وزارة البترول إن شركة بريتش بتروليوم تستعد لإطلاق برنامج حفر استكشافي موسع للغاز في البحر المتوسط وتنمية الحقول في منطقة دلتا النيل. أولت وزارة البترول اهتماما كبيرا لصناعة البتروكيماويات باعتبارها من أهم المجالات الاستراتيجية التي تبنى عليها العديد من الصناعات التكميلية بالقطاعات الأخرى، وذلك بهدف تلبية احتياجات متزايدة بالإضافة إلى تأثيرها المباشر على دعم الاقتصاد القومي، ما أدى إلى تحقيق تطور كبير في مجال صناعة البتروكيماويات بمصر خلال العقد الأخير. خلال العقد الأخير شهدت صناعة البتروكيماويات في مصر تطورا ملحوظا بعد أن عززت الدولة خطوات تنفيذ استراتيجية صناعة البتروكيماويات الوطنية حتى عام 2040 التي تستهدف تعظيم القيمة المضافة من الثروات الطبيعية وبالأخص الغاز الطبيعي. وتتضمن استراتيجية صناعة البتروكيماويات تنفيذ عدد كبير من المشروعات باستثمارات تتجاوز $20 مليار مدفوعة بزيادة معدلات إنتاج الغاز الطبيعي الهائلة في مصر، التي ساهم بدورها في ارتفاع حجم إنتاج المنتجات البتروكيماوية بمعدلات أكثر من 4,300,000 طن في العام 2022، وبنسبة ارتفاع تتجاوز 50% مقارنة بحجم إنتاج السنوات الماضية. واستكمال الاستراتيجيات الدولة للنهوض بصناعة البتروكيماويات وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، عملت الحكومة على تنفيذ وتنمية عدد من المشروعات الجديدة التي تهدف إلى تعظيم القيمة المضافة، وفي مقدمتها مشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، ومشروع إنتاج مشتقات الميثانول بالسويس، ومشروع إنشاء الألواح الخشبية متوسطة الكثافة، ومشروع إنتاج السيليكون المعدني ومشتقاته، بالإضافة إلى مشروع إنتاج البلاستيك الحيوي القابل للتحلل ومشروع إنتاج النفط الخضراء من زيت الطحالب. وضمن خطة الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة البتروكيماويات، تدرس وزارة البترول مقترح لشركة شارد كابيتال الإنجليزية لإقامة مجمع البتروكيماويات بالمنطقة الصناعية في العالمين الجديدة بتكلفة استثمارية تقدر ب$7 مليار. كما تتضمن خطة الاستثمار في مشروعات تعظيم القيمة المضافة الترويج لمجمعي إنتاج الصودا آش والسيليكون ومشتقاته في العالمين الجديدة. كما أسست وزارة البترول شركة الإسكندرية لسلاسل الإمداد التي تمثل نقلة نوعية لخدمة صناعة البتروكيماويات، حيث تهدف إلى إقامة محطة سلاب بحرية دائمة بميناء الدخيلة في الإسكندرية لتأمين الاحتياجات الحالية والمستقبلية لشركات البتروكيماويات من المواد الخام، وكذلك تأمين احتياجات المشروعات الجاري تنفيذها. جهود الدولة في مجال البتروكيماويات خلال السنوات الأخيرة أثمرت عن ارتفاع الساعات الإنتاجية من منتجات البتروكيماوية المصرية، وكذلك الحصة الكبرى للأمونيا وتليها اليوريا والميثانول والبولي إيثيلين. وتوقعت وكالة فيتش استمرار ارتفاع الساعات الإنتاجية من المنتجات البتروكيماوية المصرية خلال عام 2027 مقارنة بالعام 2022 بنسب كبيرة، مع زيادة صادرات المنتجات البتروكيماوية في ظل جهود الدولة لتشجيع الاستثمار في مجالات البترول والغاز والبتروكيماويات وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية العملاقة التي تمتلكها مصر.
قال وزير الكهرباء محمود عصمت إن الوزارة تستهدف تأمين مصادر دائمة ومنخفضة التكلفة من الطاقة بالتعاون مع القطاع الخاص. وخلال استقبال وفد بنك إعادة الإعمار والتنمية الأوروبية، أشار وزير الكهرباء إلى خطة الدولة لخفض استهلاك الوقود التقليدية وتقليل انبعاثات الكربون وزيادة الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة. وأكد على استمرار الخطة العاجلة لتحسين الأداء وإضافة قدرات توليد من الطاقة المتجددة وزيادة قدرة الشبكة على استيعاب الأحمال، مشيرا إلى انفتاح الوزارة للتعاون والشراكة مع القطاع الخاص والاعتماد عليه في هذا المجال والاستعانة بخبراته في استراتيجية تنويع مصادر الطاقة. عقد وزير الزراعة علاء فاروق ووزير التموين شريف فاروق ووزير المالية أحمد كاجوك اجتماعا مشتركا بمدينة العالمين الجديدة لبحث أسعار المحاصيل الاستراتيجية واستلامها من المزارعين. وخلال الاجتماع أكد الوزراء الثلاثة أهمية العمل على تحديد أسعار استرشادية لاستلام المحاصيل الاستراتيجية قبل موعد الزراعة بوقت كاف، مما يساهم في تقليل الفجوة الاستيرادية. وأشار الوزراء إلى دراسة كافة الاعتبارات الخاصة بتحديد أسعار استلام تلك المحاصيل بحيث تكون مناسبة للمزارعين وقت التوريد، مع التأكيد على الإعلان عن تلك الأسعار في وقت مبكر وقبل بداية موسم الزراعة. عقد وزير الإسكان شريف الشربيني اجتماعا موسعا مع محافظ بورسعيد محب حبشي لبحث مقترحات تنفيذ مشروعات سكنية لأهالي المحافظة ومناقشة موقف المشروعات المشتركة. وقال الشربيني إنه تم وجاري تنفيذ 32,288 وحدة سكنية بالمحافظة ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين من محوري منخفضي ومتوسطي الدخل، إلى جانب مشروعات مياه الشرب وصرف الصحية وغيرها من المشروعات التنموية. من جانبه أكد اللواء محب حبشي أنه سيتم التعاون الكامل مع وزارة الإسكان لتذليل العقبات وتوفير احتياجات أهالي محافظة بورسعيد من الوحدات السكنية والمشروعات التنموية والخدمية. تلقت وزيرة التنمية المحلية منال عوض تقريرا عن جهود المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية مشروعك منذ انطلاقه وحتى شهر يوليو الماضي. وقالت وزارة التنمية المحلية إن مبادرة مشروعك ساهمت في تنفيذ أكثر من 212,000 مشروع للشباب بقروض بلغت حوالي 29 مليار جنيه، مشيرة إلى أنها وفرت أكثر من 1,439,000 فرصة عمل في جميع المحافظات. وأكدت التنمية المحلية أنها تخضع على رأس أولويات العمل خلال الفترة المقبلة للتوسع في تنفيذ وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجميع المحافظات من خلال مبادرة مشروعك. عقدت وزيرة التخطيط رانيا المشاط مع وفد دولي مؤتمرا صحفيا بمدينة العالمين الجديدة، وذلك على هامش جولتها بمهرجان العالمين الجديدة. وأكدت وزيرة التخطيط أن مصر نجحت في تحويل العالمين إلى مدينة سياحية عالمية، مشيرة إلى أن مهرجان العالمين يعد أحد ملامح التنمية المتكاملة. وأوضحت أن مدينة العالمين الجديدة تمتلك العديد من الفرص الاستثمارية في عدد كبير من المجالات، وأنها أصبحت مؤهلة للأنشطة مختلفة وأن تكون مدينة متواجدة طوال العام وليس في فترة الصيف فقط. وأشارت إلى أن مهرجان العالمين له دور مهم للترويج للمدينة وعكس صورة للاستقرار والأمن داخل مصر. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف أستاذ مجدي دربالة مدير تحرير أخبار اليوم. أهلا بحضرتك أستاذ مجدي. اهلا بيك يا استاذ امين، ازي حضرتك؟ الحمد لله. اولا، اهميه مهرجان العالمين في الترويج للفرص الاستثماريه الواعده التي توفرها المدينه واتاحه كافه الخدمات على مدار العام. طبعا المهرجان بالفعل نجح في جذب انظار العالم العربي والاقليمي لهذه المنطقه. يعني انا دلوقتي حاليا على بعد مثلا اقل من كيلو من العالمين الجديده، شايف يعني الحمد لله تواجد قوي جدا من السياحه العربيه اللي كانت يعني مفتقره تماما للتواجد في هذه المنطقه.
الساحل الشمالي كان بيعاني انه مش محطوط في السنين اللي فاتت، انا بتكلم على 10 15 سنه اللي فاتت، على خريطه السياحه. كون انه يصبح على خريطه السياحه وخصوصا السياحه العربيه ويتم تخطيط هذا المكان، نتحدث على منطقه العلمين كاحدى كبرى مدن الجيل الرابع، لتكون على خريطه السياحه كمكان جاذب للاستثمار السياحي والاستثمار العقاري، اعتقد ان ده شيء جيد جدا. المدينه مخططه بشكل جيد بحيث ان تبقى فيها كل الخدمات اللي حتى لما حد بيستثمر امواله يصبح ان هو يعني امواله يعني تم وضعها في المكان الملائم. يعني في طبعا اماكن للعيادات والمستشفيات، في منطقه كامله للجامعات، بحيث ان هو تبقى مدينه زي ما تم التخطيط اليها يتم العيش والحياه فيها طول العام، مش مجرد مكان للمصيف، انها تصبح ظهير للاسكندريه. هي مكان طبعا في المنطقه اللي ما بين مطروح والاسكندريه، ولكن وترتبط طبعا في الاذهان خاصه الاذهان الاوروبيه بذكرى معركه العالمين، اللي احنا حولنا المكان من ذكرى سيئه وأليمه لمكان سياحي على اعلى مستوى. كان في تصريحات جيده للسيد اشرف سلمان رئيس مجلس اداره الشركه المتحده، وده طبعا كان راجل خبير استثماري وكان وزير استثمار جيد جدا، ان الاستثمارات تصل الى 185 مليار في العالمين الجديده. هذه المدينه تم اعدادها بشكل انها تستوعب محدود الدخل او متوسط الدخل، بحيث ان هو في بعض المساكن التي تناسبهم شواطئ عامه، وفي الوقت نفسه استثمارات جيده جدا للسائحين العرب اللي يعني لهم مزاج محدد في اختيار الاماكن اللي ممكن يلجأوا اليها. اذا كان السائح بيفكر ان هو يسافر اوروبا، اصبح في مصر موجود مكان ينافس بكثير جدا على المستوى السعري وعلى المستوى، انت بتتكلمي على شط غير موجود في العالم، اصبح مكان جاذب. وانا شفت بعيني بالفعل ان هناك تزايد سنه عن سنه للسائحين الاجانب. ايضا تتنوع انماط السياحه في مدينه العالمين الجديده ما بين رياضيه، فنيه، وترفيهيه، تجاريه، وغيرها من الانشطه والانماط السياحيه. الى اي مدى هذا يجذب ايضا شريحه كبيره ومختلفه ومتنوعه من السائحين؟ هرجع برضه لمهرجان العالمين، احنا شفنا طبعا فعاليات كرويه ورياضيه جه فيها نجوم مصر والنادي الاهلي ونادي الزمالك، عملوا مباراه، شايف كل المحطات الفضائيه والمواقع الاخباريه على مستوى الوطن العربي اهتموا جدا بتواجد ميدو وهشام حنفي ولاعيبي الاهلي وحازم امام ولاعيبي الاهلي والزمالك، لان هم لهم برضه ثقل على المستوى العربي. الحفلات التي كانت تجمع ما بين كبار المغنيين المصريين اللي لهم طبعا وضع وثقل على المستوى العربي وبعض النجمات العالميات زي ماجده الرومي جذبت بقوه، ويعني احنا شفنا طبعا التذاكر عليها اقبال بعد تم طرحها. اعتقد ان احنا ادارنا هذا الملف بشكل جيد. تواجد السيد الرئيس واستقبالاته للقاده العرب والجوله، لا تتخيلي الجوله اللي كان مع سمو الشيخ محمد بن زايد، عملت رد فعل ازاي وادت رساله عن مصر انها بلد الامن والامان، وجذبت الجميع للتساؤل للعالمين، طب احنا عايزين نشوف العالمين، كان لها رد فعل غير طبيعي. بالتاكيد. شكرا جزيلا استاذ مجدي دربلة، مدير تحرير اخبار اليوم. يواصل مهرجان العالمين في دورته الثانية تقديم عدد من الفعاليات المتنوعة سواء الفنية أو الرياضية أو الترفيهية، والتي من المقرر لها أن تستمر حتى نهاية شهر أغسطس الجاري. ومنذ انطلاق الفعاليات جذبت عروض ومفاجآت المهرجان عددا كبيرا من الزوار في ضوء توفير كافة سبل الترفيه والاستمتاع للفئات العمرية المختلفة من أفراد الأسرة. من نادي الزمالك كابتن هشام شعبان. حاجه محترمه، وصراحه يعني نشكر القائمين على اللي عملوا الملعب، شركه المتحده وكابتن جارو. بتشرف وجود كوكبه من نجوم كره السله في مصر. البطوله عباره عن هاف كورت، ثلاث لعيبه بيلعبوا ثلاث لعيبه على نفس البورد. مسيلي على الحبايب الحاضر واللي غايب، القعده الليله حلوه والسكر فيها دايب. اغاني تامر حسني حلوه قوي وكلنا بنستناها، بنستنى كليباته كل سنه. يا ريت الناس كلها تبقى معانا دلوقتي تشوف الجمال اللي موجود في مدينه العالمين. والله احنا بنشارك مصر كلها في مهرجان العالم عالمين،
وبنشكر فخامة الرئيس على الاهتمام بالرياضة دي، موروث الآباء والأجداد. تم الدفع بأربع أوتوبيسات تعمل بالطاقة النظيفة لتغطية فعاليات المهرجان 2024 العالمين الجديدة. الأوتوبيس فيه مميزات كتير، هي أوتوبيسات مجانية ودي أحلى ما فيها. يعني احنا بنفتخر ان عندنا واحد زي هاني شنودة وفرقة المصريين. النهارده بنعمل مباراه استمتاع طبعا في مهرجان العالمين. الناس الكلاسيكيين الاهلي والزمالك في لمسات كده بتاعت الحرفنه الفنيه الجميله. والله لعبنا ماتش حلو مع اساطير كبيره، بنتعلم منها حاجات كتير، بناخد خبره منهم. الليلة بالليل نمشي شارعني قهوة بالمزاج، انت السكر والكبير. الهدوء بالنسبة لنا نقطة مهمة جدا، يعني الهدوء الفيو اللي بتميز هنا خصوصية بصراحة. مشاركين في حفلة في مهرجان العالمين وهنقدم فيها أعمال موسيقار بليغ حمدي. احنا استمتعنا جدا، والله الحفلة النهاردة ممتعة جدا، والأجواء هنا في مدينة العالمين الجديدة بصراحة أجواء رائعة. اخترنا مجالات كتيرة، يعني أشغال فنية، تصوير وتصميم، أنا كنت مشاركة في التصميم وعملت تصميم يعني يعبر عن قد إيه احنا بنحب فلسطين يعني وكده. معاكم النهاردة في مناسبة مهمة جدا، وهي إطلاق النسخة الثانية من مبادرة 100 مليون صح. لما بنسافر دايما بنجد انه كتير جدا بيسألونا احنا نفسنا نروح العالمين، نفسنا نشوف الساحل الشمالي. إني ليها شوية ذكريات جميلة معايا الصراحة.
أجرى وزير الخارجية بدر عبد العاطي اتصالا هاتفيا مع نظيره السعودي تناول التصعيد الإقليمي الخطير خلال الأيام الماضية نتيجة للسياسات الإسرائيلية المتطرفة ونهج الاغتيالات الذي تتبناه. وخلال الاتصال شدد وزير الخارجية على أهمية وقف التصعيد الجاري وضرورة اطلاع القوى الدولية الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة بدورها ومسؤولياتها في وقف وتيرة هذا التصعيد. كما تطرق الاتصال إلى جهود القاهرة والرياض لحل حالة الأزمة السودانية وإيقاف الصراع الدائري هناك بهدف الحفاظ على وحدة السودان وسيادته، وذلك من خلال العمل المشترك على وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية. اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن أن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية لا يساعد على العمل نحو وقف إطلاق النار في غزة. وأضاف بايدن أنه يشعر بقلق شديد بشأن التوترات في الشرق الأوسط، وشدد على أهمية الجهود المستمرة لتهدئة التصعيد الأوسع في المنطقة. في غضون ذلك قال البيت الأبيض إن إيران أثبتت بالفعل أنها قادرة وراغبة في شن هجوم كبير على إسرائيل، مؤكدا أنه يتعين على الولايات المتحدة أخذ خطابات المرشد الإيراني بشأن الانتقام على محمل الجد. وأضاف أن واشنطن تتخذ جميع الاحتياطات اللازمة لضمان الدفاع عن نفسها وعن حلفائها في المنطقة. هذا وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل في مواجهة أي تهديدات من إيران. جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية شاركت فيها أيضا نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس. وقال البيت الأبيض إن الاتصال شهد تأكيد بايدن على أهمية الجهود المستمرة لتهدئة التوترات في المنطقة. وأضاف البيت الأبيض أن بايدن ونتنياهو ناقشا جهود دعم الدفاع عن إسرائيل في مواجهة التهديدات بما في ذلك تلك الناجمة عن الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. وأضاف أن هذه الجهود تتضمن عمليات نشر جديدة لأسلحة دفاعية أمريكية. يلتقي منتخب مصر الأولمبي مساء اليوم بأورجواي في ربع نهائي أولمبياد باريس على ملعب فيلودروم، ويسعى منتخب الفراعنة لتحقيق الفوز وخطف بطاقة التأهل للمربع الذهبي للأولمبياد للمرة الثالثة في التاريخ. وتمكن المنتخب المصري من الصعود لدور ربع النهائي بعد أن سيطر على صدارة المجموعة الثالثة برصيد 70 نقاط، بينما صعد منتخب باراغواي بعدما احتل المركز الثاني خلف اليابان برصيد 6 نقاط في المجموعة الرابعة. حقق الأهلي فوزا صعبا على البنك الأهلي بهدف للا شيء في المباراة التي أقيمت بينهما خلال الجولة 32 من الدوري المصري الممتاز. سجل هدف المباراة الوحيد وسام أبو علي من تسديدة مباشرة في الدقيقة 7 من عمر الشوط الأول. بعد الفوز ارتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 75 في صدارة الدوري المصري، بينما تجمد رصيد البنك الأهلي عند النقطة 34 في المركز 12. ويعتبر هذا الفوز هو 18 للأهلي على التوالي في الدوري هذا الموسم، ويتبقى له 4 نقاط فقط للتتويج رسميا بدرع الدوري. ختام نشرة الأخبار، شكرا للمتابعة.